من أثر البول؟ لا ما يقع، لأننا نقول تدخل المسجد بعد أن يبس أرجلها. نعم. أي لا، مثل أقدام أثر الكلاب، لأن المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر. لا لا، اللي يحتاج قد يقول القائل ما دامت تبول ثم تأتي للمسجد فقد يكون علق بأرجلها شيء من التراب الذي تلوث بالنجاسة، ثم لما مشت نزل التراب هنا فلم يكن يرشد ذلك. ثم إننا نعطيكم قاعدة بارك الله فيكم، انتبهوا لها. إذا جاء لفظ مشتبه سواء في القرآن أو في السنة وعندنا لفظ غير مشتبه، فالواجب أن يرد المشتبه إلى الواضح. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأم الكتاب مرجعه. فأنتم إذا جاءكم أدلة من القرآن أو من السنة فيها اشتباه ولكن هناك نصوص محكمة تدل على المعنى، فالواجب حمل هذه النصوص المشتبهة على النصوص المحكمة. إيش؟ إيش؟ نعم. من كان على الإباحة من جاء الأمر بتنظيف المساجد وغلق الأبواب. من قال؟ لا ما هو هذا ضعيف. الأصل المساجد مأمور بتنظيفها من أصل. نعم. عذرا يا شيخ، فيها إشكال. وهو أنه يمكن أنهم لم يكونوا يرشون هذا. نعم. اقتصارا على تطهير الريح والهواء لتلك النجاسات. لا، لأن المسجد يؤمر فيه بالمبادرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة على صب بول الأعراض، لأن الناس سوف يصلون، يعمر المسجد بالصلاة في الحال. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. كان البخاري رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجاسة الكلب من أصل ترجمة إلى أن ساق هذا الحديث. الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد، وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل، هذا واحد، هذا أهم شيء. ودليله قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه، لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل. الثاني أيضا أن يسترسل إذا أرسل، يعني لا يسترسل بنفسه، يسترسل إذا أرسل، وإلا فهو يرى الصيد لكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه، يعني تقدم. لماذا؟ لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد لنفسه. الشرط الثالث أن ينزجر إذا زجر، يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف، فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما وأنه صاد لنفسه. صح؟ لصاحبه. وأنه صاد لصاحبه. أما إذا زجره بعد أن أرسله
ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا واستمر حتى صاد الصيد، فهل يكون معلما؟ لا. ليش؟ لأنه صاد لنفسه. نعم. طيب، إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ولكنه لما أمره ازداد عدوا، يؤكل ما صاد أو لا؟ انتبه يا أخي. وانطلق بدون أن يعلم صاحبه، فلما رأى صاحبه الصيد ورآه منطلقا عليه زجره فازداد في العدل، يأكل يؤكل، لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه، وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه. وهذا يقع كثيرا، يكون صاحب الكلب غافلا وكلب كلب صيد ينتبه فيكون غافلا فإذا به قد انطلق، فهنا نقول ازجر، إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك، وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه. نعم. أخذ العلماء من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم، وقالوا إن الكلاب المعلمة يحل صيدها والجاهلة لا يحل صيدها، وهذا دليل على فضيلة العلم، وهو كذلك لا شك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. وهذا صحيح. أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حمل الصيد، فهنا لا يعقل. ليش؟ لأنه لم يسمى على الكلب الثاني فلا يأكل. وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمي على الكلب، فإن لم يسمي فالذبيحة حرام، فالصيد حرام ولا يحل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، وقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ولهذا كان قول الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما لم يسمى عليه فهو حرام، سواء ترك الإنسان التسمية ناسيا أو جاهلا، وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان: الجهة الأولى جهة الصائد أو الذابح، والجهة الثانية جهة الآكل. فإذا لم يسمي الذابح أو الصائد ناسيا فلا إثم عليه، لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بقي علينا إيش؟ المرتبة الثانية، وهي الأكل. الآكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا إيش؟ فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن لو تعمد أن يأكل قلنا: لا، هذا لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهيت أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قال الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا: نعم، لكن الفعل فعلك أنت الآن ما في نسيان ولا خطأ، أنت الآن تريد أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنت عالم ذاكر. أما الأول الذي ذبحه فليس عليه إثم، لأنه ناس أو جاهل. نعم. والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الإجماع على أكل ما نسيت التسمية عليه، إلا أن ابن كثير قال إن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين، لكن جمهور العلماء يقول: إذا خالف ولو واحدا من أهل العلم
فلا إجماع. لا ما يدخل، لأنه لما أسرع صار من هنا من تلك النقطة التي أسرع فيها انطلق لصاحبه، فتمحض الحلال. أصل مشروع على النفس، أصل مشروع النفس ولا نفي بها، ربما أنه يريد أن يصيد لصاحبه ما ندري، لكن على كل حال نقول لما زجره فاندفع أكثر الآن صار اندفاعه من هذه النقطة لصاحبه. نعم نعم. طيب وأتلاف المال وإذا كان بأمر الله لا تأكل مما لم يكن اسم الله عليه، ما في جمع، ما في تعارف، نقول فلين وجمع، ما دام قال لا تأكل ما نأكل. لكن قال بعض الناس إذا قلنا لا تأكلوا مما ترك التسمية نسيانا أضعنا أموالا كثيرة، لأن النسيان يقع كثيرا. قلنا هذا القول أو هذا الإيراد كإيراد بعض الناس على قطع اليد في السرقة، قال لو قطعنا اليد في السرقة أصبح نصف الشعب مشلولا ومشوه، ولا سيما اللي بيقطع اليمنى كيف يصنع الناس. هذه الإرادات لا تلد، لأننا نقول نعم. وفي إرادة ثالث قال لو قتلنا القاتل عمدا لزدنا في إزهاق النفوس، كان المقتول واحدا والآن صار اثنين. يقول هذه الإرادات ما هي إلا جدل، ما هي إلا جدل، كجدل المشركين في عيسى لما قالوا آلهتنا خير أم هو، ليش آلهتنا تكون في النار وعيسى لا يكون في النار؟ قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نقول هذه جدل، وإلا فإننا إذا قلنا لهذا الرجل متروك التسمية لا تأكل ثم سحب شاته للكلاب فلن يعود أبدا إلى ترك التسمية، يسمي من يوم يقبل على الذبيحة قبل باش الذبح يخشى أن ينسى، أليس كذلك؟ بلى. لأن ما لا يمكن أن ينسى ما وقع في قلبه من الخسارة، قد تكون شتى امتياز على امتياز، قد تكون بعيرا بل في ريال، ما يمكن أن ينسى أبدا. السارق أيضا إذا قطعنا يد واحد انكف عن السرقة العشرات والمئات والآلاف، القتل إذا قتلنا القاتل عمدا انكف عن القتل كذلك عشرات ومئات وآلاف. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم لو أخذ كلبه فأمسك أولا وهو يعلم أن كلبه الذي أمسك أولا ثم جاء كلب آخر فأمسك معه، هل نقول له لا تأكل؟ يعني ساعده. نعم ساعده إذا كان ساعده في إزهاق الروح فهو ما يحل، لأن الشمع مبيح وحاضر، وإن ساعده في حمله إلى صاحبه يعني قال له الكلب شل معين نوصل الصيد فهذا لا يضر، لأن الأول قد قتله. ونظير ذلك لو سقط الصيد في الماء ثم يعني أرسل الطير على صيد ثم أنه وجده في الماء، أو أرسل سهمه على صيد رماه في الجو ثم سقط في الماء، هل يحل؟ لا يحل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، فعلم من ذلك أني لو علمت أن الذي قتله سهمي فهو حلال،
حتى لو وجدته في الماء، يعني لو كانت العصابة ضربته مع الرأس ومزقت الرأس وسقط في الماء فهو حلال. كذلك مسألة الكلب مع الكلب المعلم، إذا علمنا أن الكلب المعلم هو الذي صاد هذا الصيد فإننا نأكله ولا حرج. ولهذا قال هنا في الحديث فإنما سميت على كلبك ولم تسمع على كلب آخر، معناه أن الكلب الآخر له. نعم ها كيف إن تفسير نعم الشرك ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يشمل. يعني بمعنى أنه يلحس صاحبه ثيابه. أما بالنسبة للغربيين والكفار فيرون أن لحس الثياب تنظيف، لأن لسانه مثل الإسفنجة، إسفنجة ورطبة نعم الطهر. أما نحن فنرى أنه لا بد من الغسل. وهو الكلب من أشد من أقرب ما يكون للتعليم، يعني إذا نهضته مرة واحدة ما عاد يعود مرة ثانية، ما يعود. نعم إيش هنا إيه هنا يدخل شكل الصيد اللي يسمونه عندنا أظن السلوي. سلوي هذا بارك الله. لو تعلم غيره لا ما في مال. ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلاب، لو تعلم فهد من الفهود أو غيره على هذا فلا بأس. كيف؟ إيه؟ عجيب. قبل ما أفهمه ما أفهمه؟ وتغده إياه وتعشون إياه. ها؟ إيه والله الله عظيم. يعني حكمة الله الخبيثات والخبيثين. الأرواح الخبيثة تعرف الشيء الخبيث. الله نعم يا آدم. لا لأنه لا بد من التسمية عند الإرسال. أرأيتك الآن لو مثلا البندق وضعت فيها السهم فهمت على مثل الصيد، ثم عند الصيد ما سميت، يحل ولا ما يحل؟ لا يحل. الآن إيش؟ يقول نستثني. إيش نستثني؟ إيه؟ إيه؟ يؤجل. نعم. اقتراح تقبلونه؟ ها؟ لا أنتم ثلاثة متفقون. نعم. على كل حال في حديث أبي هريرة قلنا أنه أخذته غيره، وربما ظهر لهم بالقرائن من أحوالهم أنهم متعنتون ليس عندهم إشكال في هذا، وربما أنه أراد شدة الزجر والتعزير حتى لا يجرؤ أحد على مثل ذلك أو أعظم.
فالمهم أنه يجب علينا أن نعتذر عن فعل أبي هريرة رضي الله عنه، لأن فعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير. نعم، هذا الظاهر، هذا اللي بسأل عنه. نعم، لا بسم الله الرحمن الرحيم. هل كل هذه تراجم؟ هذا ما في معنى، يعني كأن الأقسام يقول يعني النبي عليه سؤالين الآن كذا توافق يا خالد؟ أنت صاحب الشأن لأنك أنت القاضي. وش ودك يا شيخ؟ أنا والله كان يا شيخ ودك نقرأ. أنا صحيح، أنا ودي أن نخصص كل شيء لمكانه. إذن فوق. ولاحظ أن مسلم يعني الدرس الأول ساعة إلا ربع، الدرس الثاني 25 دقيقة. إذن نقرأ يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وهذا أعني نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا فيما ينقض الوضوء مبنية على أساس. فالإنسان إذا توضأ كما أمر الله ارتفع عنه الحدث، أليس كذلك؟ فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي، لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرعي، بناء على القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. خذ هذه القاعدة. ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل شكي عليه الرجل يشكي عليه هل خرج منه شيء أم لا، ماذا قال؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهو الآن قد توضأ على وجه شرعي، إذن لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن، إلا بأمر متيقن. ابني على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقض الوضوء. فأي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء فقل: إيش؟ أين الدليل؟ أنا توضأت بأمر الله على وفق شريعة الله، ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا بدليل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط، لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الأنثى ولا تغسيل الميت ولا أكل لحم الجزور ولا غير ذلك، لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط. واستدل لذلك بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبقول أبي هريرة من سئل عن الحدث قال هو فساء أو ضراط. وعلى هذا فأي أحد يقول هذا ناقض الوضوء قل عليك الدين. ولهذا ترجم البخاري باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. من القبل والدبر هذه بدل من قوله من المخرجين بإعادة يعني بإعادة العامل. بإعادة العامل ما هو العامل؟ من. ولهذا لو قال إلا من المخرجين القبل والدبر لاتضح أنه بدل، لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل. ثم استدل لذلك قال وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ المكان المنخفض. وليس المراد مجيء من الغائط متمشي، المراد جاء من الغائط أي قاضيا حاجته في هذا الغائط، وهي إما بول وإما عذرة. طيب وقال عطاء في من يخرج من دبره الجود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان ذلك معتادا أم غير معتاد. فخروج الدود من الدبر غير معتاد، الدود يعني السراوة، هذا غير معتاد. المعتاد أن الذي يخرج من الدبر هو فضلات الطعام أو الريح، أما الدود فهو نادر. لكن عطاء رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء، وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا إن النادر لا ينقض الوضوء. فما خرج من القبل من الدود أو من الدبر من القبل نحو القملة أو من الدبر نحو الدود فإنه لا ينقض الوضوء. لكن الصواب قول عطاء هذا وهو الذي عليه الجمهور، لأن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء على كل حال. إذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقض الوضوء فما سواها من باب أولى. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. نعم، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. أحد يضحك في الصلاة؟ نعم يضحك مثل سواليف في المسألة ويصلي، إما أن يتذكر موقف أو يسمع قوله أو يشاهد شيئا. بعض الناس إذا شاف إنسان سقط من شيء من درجة أو سلم نعم ضحك، أليس كذلك؟ وبعض الناس أيضا إذا سمع قولا من الأقوال ضحك، وربما كما قال له مقبل عمر بن مقبل ربما يقول يتذكر شيئا فيضحك. يقول يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهو رد لقول من يقول إنه إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، يعني فجعل القهقه في الصلاة ناقضة للوضوء. ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء إلا أنها تفسد إيش؟ الصلاة، لأنها منافية للصلاة قالت المنافاة. لكن إن صح الحديث الوارد في ذلك فإنما أمر بالوضوء والله أعلم من أجل أنه فعل ذنبا فيتوضأ لذلك، لا لأنه فعل ما لا لأنه أتى بحدث. نعم. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفين فلا وضوء عليه. الحسن رحمه الله إذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت أنه أو علمت أنه من الفقهاء حقا. يقول إن أخذ من شعره وأظفاره فإنه لا ينتقض وضوء، يعني رجل أخذ من شاربه بعد أن أصل وجهه وانتهى وضوءه قص الشارب يقول لا ينتقض الوضوء. رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه
يقول لأن تقول وضوء، وهو إشارة إلى قول آخر يعارض، يقول إذا قص أظفاره أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقض وضوء، لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير إيش انفصل وزال. لكن هذا القول ضعيف جدا، ولن يقول به إلا ندرة من العلماء. فالصواب أن وضوءه باق. أو خلع خفيه، هذا من الفقه، يقول إذا خلع خفيه فوضوءه باق، لأن خلع خفين كحلق الرأس كلاهما مسوح، فالرأس مسح وحلق بعد الوضوء لا ينتقض الوضوء، الخف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوء. وهذا قياس جيد، قياس جيد، ولا يرد علي أن يقول قائل المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدل. وقال العلة أنكم تقولون إن عضوا أو جزءا من البدن الذي ورد عليه تطهير قد زال، هذا العلة في نقل الوضوء. فنقول وأيضا الرأس إذا مسحه ثم أزاله فقد أزال شيئا مما وقع عليه التطهير، فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس، وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين. ثم إن لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفا، ما هي؟ أنه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، فأين في القرآن أو السنة أن خلع الخفين ينقض الوضوء، مع أن خلع الخفين كثير بعد الرسول، ليس من الأمر النادر، فهو مما تتوافر الدواعي على نقله لو كان الوضوء ينتقل بخلع الخفين. طيب، وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث، وما هو الحدث عند أبي هريرة؟ الفساء والضراط، يعني ما خرج من السبيل. وعلى هذا كل النواقض الثمانية أو العشرة أو ما دون ذلك كلها ليست ناقضة، لا تنقضه. نعم، ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فرفع وسجد ومضى في صلاته. وقد وردت هذه القصة مفصلة، ابن إسحاق يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل منزلا، نزل واديا، وقال من يحرسنا الليلة أو من يكل أو يركب العدو، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجلس قاعد على الجبل وتناوب، صار أحدهما ينام والثاني يرقب والعكس وبالعكس، فنام المهاجرين، يعني جاءت نوبة نوم فنام، وقام الأنصاري يصلي وشرع في سورة الكهف، صلي في الليل وهو مشاهد، فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته. معلوم أن إذا نزع سينبعث الدم. ثم رمي ثانية فنزعه ومضى في صلاته، ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمها، ولما أتمها ركع وسجد وسلم أيقظ المهاجرين. فلما رأى الدم قال لماذا لم تنبهني؟ قال كنت في آية فأحببت أن أتمها ولم ينبه. نعم، إذن الدم إذا خرج من البدن ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض، لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج كثيرا، لا بد أن يكون الخارج كثيرا. إذن
لا ينتقض الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو كثر، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالقي ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل أم كثر، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك. بقي يا منصور أن في الحديث إشكالا آخر، ما هو؟ يعني انتهى من صلاته، هذه ما فيها إشكال، الأفعال ما فيها قاصر، في إشكال آخر. ها؟ إيش؟ ما عنده لحم هذا وجاهد يحرس الناس والجهاد، ما عنده إلا حصى، كيف حجزه؟ لا لا، إن ذكرنا ما فعل في عهد الرسول فهو حجة سواء علم أم لم يعلم، لأن الرسول إذا لم يعلم فالله يعلم. نعم. لا أي صح، هذا الإشكال، الإشكال في نجاسة الدم الآبل، كونه يمضي في الصلاة والدم يثعب لا بد أن يلوثه، فكيف مضى والدم يثعب منه؟ من العلماء من استدل بهذه القصة وأمثالها على أن دم الآدمي طاهر إلا الخارج من السبيلين، واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجس. والذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب، يا قالوا لعل الدم يدفق دفقا يبرز، نعم، حتى يخرج عن جسده وثيابه. نعم سبحان الله، يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أول النصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرها، يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر يبرز هناك ولا يجي الثياب ولا البدن، هذا جواب بصري. وبعضهم قال لعل الدم قليل، لعل الدم قليل، وأن أكثره ينزل الأرض ولا ينزل ولا يصب مثلا على فخذه ولا على ساقه ولا على ثوب، وهذا ضعيف ولكن أهوى من الأول، هذا ضعيف ولكن أهوى من الأول. ولو قال قائل يعني لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين، بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة، ضرورة، ليس عنده ماء يصل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه أو يبدل ثيابه بها، لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الكفار أن يغسلن دم الحيض ويصلين في ثيابهم، قال اغسلي عنك الدم، فقالوا رحمهم الله الدم الهنا للحقيقة وليست للعهد، ومعنى الحقيقة يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم، فيكون هذا دليل على أن الدم نجس. ولكن القول بهذا فيه بعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحيض، وعلى هذا فيكون المراد بأل بقوله الدم العهد الذهني أو الذكر إن كان قد ذكر، وهذا قول أصح
أنه ليست لبيان الحقيقة ولا للعموم بل للدم المسؤول عنه. ونقول القاعدة الشرعية أن ما أبين من حي إيش فهو كميتة، فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدمي، وميتة الآدمي طاهر. ويقال أيضا أرأيتم لو أن الإنسان قطعت يده بما فيها من دم هل هي طاهرة ولا نجسة؟ طاهر. فكيف إذا كان العضو كاملا يكون طاهرا والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون نجسا؟ ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدم، وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية. البراءة الأصلية وش معناها؟ الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على إيش؟ على الأصل، وهو أن الدم طاهر، يعني دم الآدمي. يقول وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا أوضح من الأول. ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وجراحة المسلمين بالسهم والرمح ليست كجرح بط الإبرة الذي لا يخرج منه إلا القليل، فهي دماء كثيرة، ومع ذلك يصلون في جراحاتهم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جرح صلى وجرحه يتعب دما، ولم يقل ائتوني بثوب جديد غير الأول. وقال طوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وقولا هذا هو الصواب، أن الدم لا يوجب الوضوء إلا ما خرج من إيش؟ من السبيلين، فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادا كدم الحيض أو غير معتاد كدم البسور ونحو طيب. وقال وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، مع أنه خرج الدم، لكن من قال إن الدم إذا كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض، فحديث ابن عمر ليس حجة عليه. لماذا؟ قليل. لأن الذي يخرج من البصرة عادة يكون قليلا. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وهذا كأثر ابن عمر. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني وليس عليه وضوء، ليس عليه إلا غسل المحاجم وليس عليه وضوء. لماذا يغسل المحاجم؟ من أجل إزالة الدم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، يغسل رطبه ويفرق يابسه مع أنه طاهر، لكن لاستقذار صورة الدم فيغسل المحاجم. يعني لو أنسى حجم في رأسه مثلا وجاء إلى الناس وشعره كله متجمد عليها الماء وش يكون؟ الدم متجمد عليها الدم، يكون منظرا مستقبحا فيغسله لذلك. ونقف على هذا، انتهى الوقت. الاستدلال في قصة عمر، اي نعم اي نعم، كل الاستدلال ما هو جيد، ما هو مستقيم. من ناحية؟ من ناحية ان عمر شهيد ومع ذلك غسله الصحابة وكفنوا. نعم، فهذا شاهد يعني، وظن انه الحديث المطعون، والحديث الذي فيها المطعون ليس الماء الذي طعنه الآدمي، ثم ان عمر شهيد من جهة اخرى، لأنه ما قتل رضي الله عنه إلا لغنائه في الإسلام، فكأنه قتل في المعركة، ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك،
لما صعد الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ارتج بهم الجبل جبل أحد، فقال أسكت أحد، وفي لفظ أسكت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، فسكن الجبل. لكن العلماء قالوا إن الشهيد المعركة إذا بقي حيا لمدة يعيش لمثل، يعني على أنها حياة مستقرة ثم مات، فإنه يغسل ويكفل ويصلى عليه. وعمر بقي 3 أيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه، في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. أن تقلب الشريط.